صفوف منتخب الوطني لرياضة المويطاي. بديت الرياضة ديالي في 2016 في الأواخر ديالي، ومن قبل كنت كنلعب هكايا، وكنت كنتريني ولكن يعني غير شهر سيمانات، ولكن المشوار ديالي بدا في 2016. لعبت بزاف ديال البطولات في جميع لي ستيل ديال الكيك بوكسين، وكانت عندي اول بطوله ديال الكيوان، اول بطله مغرب هي في رياضه الكيوان في 2018، وتحت لي الفرصه نكون في صفوف المنتخب الوطني، والحمد لله يعني داروا فيه واحد الثقه. اخر بطوله لعبت هي بطوله افريقيا في مصر، والحمد لله تكلاسينا في الاولين في بطوله افريقيا، والحمد لله حتى انا جبت المرتبه الاولى. كان احساس زوين، والنشيد الوطني كيتعزف في مدينه اللي ماشي في الدوله ديالي، يعني دوله مصر، وكان واحد الفخر ليا وجميع الابطال اللي معنا. كان هذا الفوز هذا الافريقي للرياضي الاول صاحب جلاله الملك نصره الله، كان هذا الشعب المغربي والعائلتي والاستاذ ديالي محمد نابيه والاصدقاء ديالي اللي كانوا مساندين. اخر رساله ديالي اللي كان هديها هو المهم، كنشكر والديا اللي ديما مساندني من البعيد ومن القريب، وما ننساش الاستاذ ديالي عبد الله انزيل لاول جمعيه اللي وجدتني، وهي اللي ساندتني. وما ننساش الاستاذ ديالي حاليا استاذ نابيه. كنتمنى ان شاء الله نمثل المغرب في احسن تظاهرات عالميه ان شاء الله، وكنتمنى نكون دائما في المستوى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.